القاضي لن ينص الذي يقف امام القاضي لن يرضى عنه، لان حضرتك في اي قضيه بتحكم لصالح وضد طبعا. اللي ضد ده مش هيبقى موافق بالظبط، لان كل واحد متصور بيه عامله زي الكوره، الحكم اللي في الملعب دايما في فريق زعلان ده في اللعب. ما بالك في ما بالك في الحريات طبعًا. القاضي يحكم في حريات اللي هو قضاء مجلس الدوله، القاضي يحكم في حريتي انا كقاضي جنائي، القاضي يحكم في الحياه نفسها. انت ممكن قاضي بيدي اعدام، هو الذي يعني يمثل ربنا سبحانه وتعالى في الارض، القاضي يحفظ اموالك، القاضي يحفظ ارضك، فالقاضي معرض في جميع الاوقات للخطا. ولكن اذا كان هذا الخطا هو خطا مشروع، خطا بعد اجتهاد، نعم، ودليل ذلك ان هناك اول درجه ثم هناك استئناف ثم هناك نقض، تمام، فاللي ما بيقوم عشان كده برضو القاضي بتاع اول درجه قاضي. ستكون حريصا معي في الكلام عن القضاء، لان ده بيتي وده المكان اللي انا اتعلمت فيه. حتى انا لما جه عريس لبنتي يجوزها وكيل نيابه، جالي ناس بقى يعني غني ومش عارف ايه وبتاع، قلت لها لا انت تتزوجي الا قاضي، هو كده النظام، هو كده ده انت ديكتاتور في النطاق. بالظبط، قلت لها في النطاق ده. فربنا وفقها طبعا بالمستشار هشام الرفاعي، وانت عارف دلوقتي يعني ربنا وفقه ومعاه دكتوراه، يعني وانا بعتبره واحد من المع رجال القضاء في مصر، انه خد بسرعه دكتوراه في القانون في التحكيم الدولي، يعني في فرع من الفروع صعبه جدا. واميره طبعا بعد خدت ماجستير في القانون. عايز اقول لك ان الاسره، وطبعا احمد وامير انت عارف لسانت الحقوق، الاسره اسره قانونيه تتفرع، قد يكون محامي، قد يكون ضابط. دخلتني من نقطة التحول، انا عايز نقطة التحول في حياتي. انا بقول لحضرتك التحول ان انا بعد شهرين لقيت نفسي ان انا يعني طبعا مش حمارس حبي وعشقي للصحافة، فتحولت رحت كلية حقوق. قلت بقى في كلية الحقوق اديني فيها علوم وتخرج مفكرين لا وفيها وعلماء كان نفسك تبقى وزير؟ شوف، يمكن كان نفسي ابقى وزير زمان. انا بتكلم في المرحله دي، لا النهارده في السبعينات، لا كان نفسك وانت بتدرس ساعه ما دخلت كليه حقوق كليه الوزراء دي. طموح طموح هذه الكليه هي كليه مصطفى كامل وكليه سعد زغلول، كليه الناس كلهم يعني الناس الوطنيين المحترمين. لكن في نفس الوقت هذا الطموح تحول الى انه لما اتخرجت بقى وطلعت من الاوائل في كليه الحقوق، وبعدين حصلت تجربه صعبه جدا هي نتاج غرور أصابني بعد تخرجي، ونتاج غرور أصابني لما لقيت فجأة وأنا في سن 20 سنة وشوية أخش وكيل نيابة، وسع الناس بتقف، وسع السكة، وسع السكة، فتصورت أن الدنيا ابتدت وانتهت عند هذا الحد. فابتديت أنسى أن أنا وأنا وكيل نيابة أو أنا قاضي أو أنا محامي لازم أقرأ، لأن ده علم. نعم، لأن أي إنسان في مجال عمله إذا لم يتثقف يوميا بما يفيده في مجال عمله، نعم، فدي النهايه. فانا كان ليا تجربه في نيابه اسكندريه، كان ايام المستشار مصطفى حماد اللي هو اخو المستشار طارق حماد رئيس النيابه عندي، وانا كنت في نيابه الكليه في الوقت ده، نيابه غرب اسكندريه. ونزلت اترافع في احدى القضايا، كانت جنايه، جنايه قتل هي، وكان المستشار المرحوم عبد السلام بدر الدين. فقال لي اتفضل اترافع، فانا طبعا هو طبعا النيابه طالبه ان المتهم اعدامه. نعم، فقال لي اتفضل اترافع، فقلت له تطبيق موعد الاتهام. فقال لي ماشي تطبيق بقى، طب يعني قول بقى انت عايز يعني الاعدام ليه؟ ولم اكن قد قرات القضيه ولا حتى مواد القانون، وكان درس قاسي جدا، لانه بعد نهايه الجلسه هذا الرجل العظيم خدني في اوضه المداوله وقال لي نهايتك تبدا من لحظه انك تتصور انك اللي عندك علم العلوم كلها. اقرا وكل قضيه ادرسها، لان في ايدك زينا بالظبط، احنا كان بعض ارواح ناس وحرياتهم واموالهم. فانا خدت درس قاسي ورحت قعدت اقرا لمده سنتين في كل فروع قانون الجنائي اللي هو شغلتنا في الوقت ده، واخرجت بعد عامين بالظبط الموسوعه الجنائيه، تعتبر اكبر موسوعه يمكن الحمد لله، وانا كان سني في الوقت ده يعني عامه عندي 25 سنه. هذه الموسوعه اللي اتعدت عن 1200 او 1300 صفحه، اللي طلعت منها حوالي 50 طبعا الحمد لله في كل بيوت القضاة والمستشارين. طلعت بهذه التجربة أني عملت الموسوعة. من هذا اليوم لا أستهين بأي شيء ولا أستهتر بحاجة. أنا النهاردة راجل كل يوم على فكرة أحكام القضاء بتطلع بطلع عليها، بيكتب بيطلع كتاب جديد، عامله محامي، عامله مستشار، عامله قاضي، اطلع عليه. فدي تجربة برضه أنا بقولها يعني للشباب اللي بيطلع، اوعى تتغر. أول شوف أول ما توصل مرحلة إنه خلاص أنت عارف، دي كانت أول محطة غرور عندك. هل يا ترى ما جالكش محطة لا يعني هو ده كان درس بقى خلاص، ما هو لا يلدغ مؤمن
من جوه. امال ليه بنحس ببعض المواقف، او البعض بيحس، عشان اكون دقيق مش هقول الكل، البعض بيحس انك بتصل الى حاله من الثقه جدا في نفسك وقوتك الى حد الغرور. شوف يعني عايزين نفرق بين الثقه في النفس والغرور. مش ثقه في النفس بس، خليها جدا. لا فرق بين الثقه في النفس والغرور. الثقه بالنفس تبدا من ثقتك في ان ربنا سبحانه وتعالى معاك. انت متدين جدا دلوقتي؟ دلوقتي اه. انا مش هكذب، انا الاول ما كنتش ملتزم صحيح. انا عمري ما زنيت ولا شرب، ما اعرفش طعم الخمره ولا البيره ولا طعم السجاير عمري في حياتي. وطبعا كل الناس اللي بيشاهدوني لو عارفين عارفين دي حياتي. لكن ما كنتش ملتزم دينيا. الالتزام اللي هو ايه؟ زي ما انك كده ما تصليش ملتزم، تصلي شويه وتقعد شويه، وبعدين اقول ايه بقى الشيطان بيقعد يشتغل في دماغك، اقول لك ما هو ما خلاص انت عايز ايه؟ هو خمس اركان الاسلام، كل ركن بدرجتين، خلاص الصلاه ده ليه درجتين، ده الجهل بقى ليه درجتين، فانا دلوقتي بقى عامل 4 × 2 = 8، يبقى 8 × 10، يبقى انت كويس. كويس عديت. هذا جهل. جهل شديد بالدين. الصلاه عماد الدين. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بجد. يعني انت النهارده لما اكون لسه قايم من الصلاة وانت بقى في مشكلة بيني وبينك وهتبتدي في التليفون تقول لي كلمتين، بفتكر ان انا لسه قايم لانك انت عايز تقابل ربنا. بقالك قد ايه في الحالة دي؟ بقالي شوف التجربة دي هي لوحدي، يعني جات لي كده قبل ما يتم اسقاطي في مجلس الشعب، وقبل ما يتم حل مجلس ادارة نادي الزمالك، وقبل ما يتم حبسي في قضية السيد نوفل. ويمكن انا بقول هذه التجربة اللي انا مريت بيها هو نوع من الاختبار. لأن ما حسيتش ابدا انه نوع من العداله او الانتقام في وقت من الاوقات في اي واحده من دول، ان ربما تكون اخطات في شيء بتدفع ثمنه. شوف انا عايز اقول لك انا بشر والبشر خطاء طبعا، لكن انا يعني ما انت كل واحد بقى بداخله يعني طبعا. شوف اقرب انسان يعلم من بداخله هو ربنا سبحانه وتعالى، وانت طبعا يعني ربنا عالم الاسرار، وبعدين انت بقى الشخص يعني مش هتضحك على نفسك. بحمد ربنا الحمد لله يعني اجتهدت وانا قاضي، واجتهدت وانا وكيل نيابه اني ما اظلمش، لان زي ما قلت لحضرتك من اسباب استقالتي ان انا كنت بقعد بالثلاث اربع ايام محتار امام حكم، خايف احكم الحكم ده يطلع غلط نعم ويغضب ربنا واظلم. فكنت بلجا المستشارين من اصدقائي، يعني المستشار وجدي عبد الصمد ومستشار يحيى رفاعي اللي انا استخدمتهم كانوا موجودين في القضاء ربنا يشفيهم الاثنين، مستشار يحيى اسماعيل كان رئيس استئناف. فوصلت لمرحله قلت طب يعني انا في حاله رعب. انت عارف القاضي الحقيقي عندما يمسك القلم الرصاص بتاعه ويكتب حكمه هو في حاله رعب وذعر. ليه؟ لانك ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبك حساب عسير، لان المواطن العادي يتحاسب 50، لكن القاضي انا النهارده لو انت حضرتك ليك شقه وخدتها يعني او انت مثلا بتطلع براءه، وعشان كده احيانا كتير انا بقول حكم ربنا سبحانه وتعالى بطالع من اوضه المداوله وهكتب حكم بالادانه، وفاجئ بقول حكمت المحكمه انا هدي حكم ببراءه المتهم. من هذا اليوم انا على يقين تام ان الحكم لله سبحانه وتعالى. شوف انت اعمل اللي انت عايزه. انا مش بسالك عن ظلم او ثمن في احكامك، انا بتكلم في مجمل الحياه. يعني هو في مجمل الحياه انا بتكلم عن احساسك بنفسك انت. احساسي بنفسي ان ربنا سبحانه وتعالى كان بيختبرني. هل ايماني ده صحيح ولا ايماني ده مزيف ومزور؟ لان في تجارب كتيره لناس اصحابي راحوا كانوا يعني اللي كان بيسكر ومش عارف كان بيعمل ايه واللي كان حاجات كده، وبعدين راح عمل عمره. فمحامي مثلا زميل بعد ما رجع عمل العمره فلقى مكتبه شغال كويس جدا، مكتبه وقف. فالشيطان اشتغل. طب يا عم العمره عملت لك ايه؟ ما انت عمره وصليت، ايه بقى اللي حصل لك؟ ففجاه راح يعني رجع زي الاول واكثر. فجاله التهاب رئوي. فانا رحت زرته في مستشفى كان في مستشفى هليوبليس، هو زميل المحامي. فقال لي انا بندم ندم شديد ان انا خسرت ربنا، لان ربنا كان بيختبرني. وانا اتمنى ان ربنا يشفيني، يعني هو دعوته علشان اثبت لربنا ان انا لا كنت يعني لا كان ايمان صح وان انا عدلت صح. فعلا بعد ما ربنا شفاه وطبعا ربنا مديله صح دلوقتي عاد كما كان انسان مؤمن ويصلي وملتزم دينيا. فعايز اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى بيختبرني. يعني انا كنت عضو مجلس الشعب والدنيا كلها حوالي، تعرف عضو مجلس الشعب او رئيس نادي الكرسي ده ليه مريدينه. يعني في ناس يقول لك ايه، في ناس من انصارك مع ممدوح عباس دلوقتي، اقول لهم هؤلاء ليس انصاري لانهم كانوا مع كمال درويش قبلي وجلال ابراهيم قبلي، هؤلاء انصار الكرسي. هم ما لهمش دعوه مرتضى ولا ممدوح، هم مع هذا الكرسي. اي بني ادم هيقعد على الكرسي دون الكرسي ده بيشد ناس،
سواء طبعا في نادي المناصب بقى المناصب سواء بقى انت وزير اول ما بتتشال من انت بقى بتتشال ينفضوا من حقه يشوفوا بقى مين اللي هيقعد على هذا الكرسي. المستشار مرتضى منصور عشان حطها فاصل اتفضل ندمان على ايه؟ يعني ايه اللي عملته بينك وبين نفسك ندمان عليه؟ غير الجواز؟ غير الجواز لا انا مش ندمان على الجواز ما تقعدنيش في انا يمكن ندمان عشان متجوز بدري سنه 74 اول ما اتخرجت. لا انا شوف احيانا بيني وبين نفسي ازعل حد. انا من النوع العصبي بس ما بنامش الا مصالحه يعني ما بياخدش مني وقت. طيب ده انت مزعل ناس كتير وبتنام وقرير العين. هنطلع فاصل واعرف ليه ما بيصالحهمش.